ماذا استفدنا من حرية الإعلام؟ ما فيش مراسل في ليبيا صحفي ليبي أو أجنبي لم يتم التضييق عليه. هل حرية الرأي والإعلام أو حرية الكتابة تسمح لك بالتعدي على ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع؟ أنت عندك مسؤولين يخافوا من التيار المتشدد وربما يرضخوا أمام هذا التيار. نحن استعملنا الحرية حتى إن المتطرفين أصبح عندهم قنوات. لو ما نحميش حرية التعبير وحرية الرأي معناه إحنا حنبيح لهذا الظالم أن يستمر في ظلمه.